أستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هذا الرجل الذي مش هقول أفنى عمره، اللي قضى عمره كله دفاعاً عن الحق الإنساني والحق السياسي وما إلى ذلك. وحشني يا أستاذ سعيد، إزيك؟ والله يا حضرتك أكتر يا أستاذ يوسف، وحشني جداً جداً جداً. يا رب يخليك يا رب يخليك يا رب، مبسوط أن أنا سامع صوتك. وعاوزين نتكلم على المشاركة الانتخابية، حق المواطن في المشاركة، حقه على نفسه أولاً قبل ما يبقى حقه على بقية المجتمع. لا، هو كمان في متغير جديد، ان هذه الانتخابات غير اي انتخابات سابقه، وده مش نوع من المغالاه يعني ولا الافواره زي ما بيقولوا، لكن هذه الانتخابات هي مختلفه عما سبقه من انتخابات عقب 2011، لانه ده هيعكس مدى توافق الرؤى بين الشعب المصري وبين الرئيس القادم. هل مصر تسير في الطريق الصحيح في علاقاتها الاقليميه المتوازنه، في أن مصر بدأت تقدم نفسها كدولة مستقلة عن أي قوى استقطاب دولية سواء معسكر غربي أو شرقي؟ هل الشعب المصري يتوافق مع رؤية رئيسه فيما يتعلق بالنزاعات على الحدود المصرية والضغوط والتحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية ولا لا؟ فهي مش مجرد انتخابات لاختيار رئيس للتوافق مع برنامجه، دي مرحلة انتخابات أكبر كتير من التعبير عن الرأي. فأنا شايف أنه على ضوء المؤشرات الأولية لتصويت المصريين في الخارج، أعتقد أنه كتير هيتفق معايا أنها مختلفة كتير عما سبقها من تصويت للمصريين في الخارج في الانتخابات السابقة اللي فاتت واللي قبلها كمان. واضح أنه في إقبال متزايد، واضح أن في رغم المناخ السيء في بعض الدول في ازدحام امام اللجان، واضح ان في تركيز من قنصلياتنا في الخارج لتقديم كافه التسهيلات، والابرز كمان واضح جدا انه الاعلام المصري لاول مره في تاريخه يعني يولي اهتمام كبير ونقل نقل مباشر على مدار الساعه ما يحدث من تصويت للمصريين في لجان الخارج، عكس السنوات السابقه كانت بتبقى مجرد مقتطفات في النشرات او اشارات لما يحدث. فأنا شايف إنه هذه الانتخابات بجد بجد هتبقى نتيجتها نتيجة مطمئنة لمن يقود البلاد خلال الفترة القادمة، ومطمئنة للشعب المصري رغم كل التحديات اللي بيتعرض لها، بيشارك في الانتخابات، بيحضر مؤتمرات، في جدل حوالين الانتخابات، في إقبال. فنتمنى إن شاء الله أن تمر عليه. والرسالة الأهم إنه رغم كل ما يحدث من حولنا احنا شغالين، والانتخابات موجودة، والمنظمات بتراقب. يعني الدولة المصرية لم ترتبك ولم تتعثر في اي اجراء من اجراءات حياتها اليومية بما فيها الانتخابات الرئاسية. صحيح، وبإذن الله كل حاجة هتعدي، وهنوصل لكل اللي احنا اتمنيناه بل واعتقده يزيد. انا بشكرك جدا 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 استاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.